تحية كتير كبيرة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا دايما على شاشة الـ LBC وروتانا خليجية. أيقونة هالأسبوع بيصادف اليوم عيد ميلادها وارتبط اسمها بالفوازير المصرية ودخلت قلوب الجماهير العربية. خلينا نشوف مين هي. نجمة الفوازير المصرية شريهان، إليك منا أطيب التمنيات. واليوم بدنا نحتفل بعيد على طريقتنا الخاصة بفقرة رح نجول فيها أبرز المحطات اللي مرت فيهم هالنجمة وأيضا إطلالتها وحبها للموضة. وموضوعنا الاجتماعي لليوم عن ثقافة الاعتذار بين الأهل وأولادهم، وهل ممكن نحن كأهل نعتذر من أولادنا على الخطأ اللي اقترفناه بحقهم؟ تابعونا. مين هن نجوم السينما العربية اللي وقعوا بالحب بعد ما عملوا معا بالمجال الفني، وكيف كانت حياتهم وكيف اتوضدت العلاقة بيناتهم، مش فقط علاقة عملية، بعد ما كانوا سوا يحبوا السينما صار عندهم علاقة حب من نوع آخر. فقرة شيقة جدا نكتشفها سوا خلال حلقتنا. أما هلأ إلى مطبخ بي لايف. وبضيافتنا اليوم الشيف جورج المري، اهلا وسهلا فيك. بونجور، شو اخبارك؟ صباح الحمد لله. شو عندنا شيف اليوم؟ اليوم عندنا سلاد جوتشيز ميلفوي. اوكي. وعندنا مي كورس اللي هو بالدجاج، عباره عن صدر الدجاج بالابريكوت والبريتشيز. عاده الميلفوي اكثر بنشوفها بالحلويات. هي زيت البات رح تكون بس مالحه. بتكون مالحه. بطريقه مالحه. صح. والدجاج كيف رح ينعمل؟ بأي طريقة؟ مشوي؟ الدجاج رح يتقلى بعدين ينشوى بالفرن، أكيد بنلف رولاد وبتتقلى بالفرن، وفي معها سايد بطاطا حلوة بيوري بالسويت بوتيتو كمان. وعم شوف في شوية هيك مثل هون في عنا مشمش مجفف. مظبوط. هو هول رح يدخلوا بالجارنيتور تبع الدجاج اللي رح ينطبخوا مع بعضهم تتفوت ببعض الطعمة وتطلع. يعني هلا صار بيدخل الحلو مع الباتسري اجمالا الفواكه بتدخل مع المطبخ. صح، صرنا عم نشوفها اكثر بمطبخنا. ثانك يو شيف، رح نرجع لك خلال الحلقه اكيد. يعطيك الف عافيه. وهلا لعند ساشا وهيك مجموعه من الاخبار. ولعندك. يلا. ولعندك وانا بانتظارك نانسي. بدايه اخبارنا تستضيف مدينه صفاقس التونسيه المهرجان العربي الاول للكاريكاتير بمشاركه 11 فنان من 7 دول، احضروا معهم 220 رسم من افضل اعمالهم. وبيستمر هالمهرجان حتى 10 ديسمبر الجاري، بحيث يشارك فيه رسامون من تونس، المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، العراق وسوريا. ورح يتم خلال المهرجان تنظيم ورش عمل مفتوحة ومعارض متنقلة لتلاميذ المدارس. وقال مدير المهرجان محسن خلف أنه الهدف من إقامة المهرجان إشعار الشباب بأهمية هالفن الساخر اللي بيعطي شحنة لكل من يقرأ الرسم الكاريكاتوري ويجسد حرية التعبير بالريشة. وأضاف أنه رح يتم إنجاز عمل جماعي للفنانين المشاركين بالمهرجان لتخليد هالدورة عبر إنجاز جداريات بالأماكن العامة. حلو كثير. حلو التعبير كمان بهالطريقة ومن خلال الفن والكاريكاتير طبعاً. مثل ما قلنا نانسي، وكمان أكثر تشجيع الطلاب على الفن بالإجمال. حلو كثير هالمبادرة. صح. وهون تذكرت ستافرو جابرا اللي كنا دائما نلتقي فيه بأسواق بيروت، صرنا زمان ما شفناه، بدي أقول له اشتقت لك كثير. وجه تحية كثير كبيرة. رح ننتقل لخبر ثاني. وصممت شركة نمساوية أول حذاء رياضي خاص بالخيول. هالابتكار وراه رجل اسمه تشارلي فورستنر، كان يشتغل مفتش على قضايا الرفق بالخيول بالنمسا، واكتشف انه اكثر من 50% من الخيول يلي بيتم اعدامها سبق وتعرضت لاصابات بحوافرها او قوائمها. وقرر فورستنر قبل 20 عام انه يكرس حياته لايجاد بديل عن الحدويات الحديديه. وعلى مدى عقدين من الزمن صمم العديد من وسائل الحماية للخيول، لكنه توصل مؤخرا إلى ابتكار شيء جديد وهو حذاء رياضي خاص بالأحصنة. وبالوقت اللي يعرف عن حدوية الخيول الحديدية إنها متينة وقابلة للتعديل، إلى أنه في العديد من العيوب فيها مثل تقل وزنها وعدم امتصاصها للصدمات، كما أنها بحاجة إلى تثبيت باستخدام المسامير المعدنية، وهالشيء بيؤدي إلى إتلاف الحافر.
بوقت انه الاحذيه الرياضيه الجديده اخف وزن وممكن وضعها على الحافر بسهوله، كما انها بتناسب جميع التضاريس ومنها الطين والمي وممكن انه ننظفها بطريقه هيك كثير سهله. طبعا كثير حلو هالاختراع، يعني من بعد سنوات كنا نعرف عن الحدوات الحديديه، فينا نقول انه هلا العلم صار مش بس بيساعد الانسان ولكن كمان الحيوانات، وتخيلي قديش كان بيعاني هالخيل من هالحدوات الحديديه. صحيح معاناه، وكمان قديش اخذت معه وقت او اخذ معه وقت هالاختراع. 20 سنه. 20 سنه مش قليل. ما تشجعتي شوي على رياضه الخيل؟ بلا، اشتقت على فكره كثير. يلا لازم كثير اشتقت، لازم لازم ايه لازم نرجع لهالرياضه هيدي. نبقى باجواء الاختراعات وشوفي يا نانسي شو ناطرك، هيدا الاختراع لازم انت تكوني الاولى لتجربيه. صممت شركه الحاف ذكي يرتب السرير بنفسه ويمكن التحكم فيه من خلال تطبيق على الهاتف، اذ ينتفخ الغطاء وبينفرد وبيعود الى مكانه. وتصنع الطبقه القابله للنفخ من ويد خفيفه الوزن، كما يشمل النظام الذكي صندوق بيحتوي على المنفاخ اللي بيضخ الهواء بالغطاء، بالاضافه الى الجهاز الالكتروني اللي يرتبط بين الغطاء والهاتف الذكي للمستخدم، وهو مصمم كي يوضع تحت السرير. ويسمح التطبيق لمستخدمي انه يضبطوا مسبقا مواعيد مختلفه لترتيب السرير بكل يوم من الاسبوع، كما راح يكون مصمم باحجام مختلفه لتناسب حجم السرير المفرد المزدوج والملكي. وبتوقع انه يوصل سعره $300 فقط. بس منيح. لا حبيت كثير. تو ليزي تو ميك ذا باد، مش تو ميك ذا باد، تو كلين ذا هاوس، تو ميك ذا باد، كل شيء اللي بدكم اياه انا وامور المنزليه ما خصني فيها. سوري اللي بده يجي يطلبني ما خصني، بس بحكي كثير بسلي وهيك. بالبيت بعدوني عن شغل البيت، عن جد ما خصني ابدا، بس حلوه كثير هالفكره، وخاصه في اشخاص هيك بيكونوا الصبح كثير مستعجلين وما عندهم وقت. فهلا صار في ربوع على فكره بينظف البيت كمان؟ ايه يلا صار عندك هلا حخصت البيت. ومنه غالي كثير، سمعت انه حقه شي 250 من الصين. بيمشي له شي شهر. طيب رح نشوف هلا صوره هيك فينا نقول لطفله معجزه، ولدت بخمسة اشهر بس تخيلي ساشا، بمانشستر ببريطانيا، وزنها ولدت بالشهر الخامس يعني. ايه شو قلت انا؟ بخمسة اشهر. ايه بالشهر الخامس. بالشهر الخامس. اوكي وزنها 560 جرام تخيلي، عاشت لفترة شهرين بالمستشفى، وطبعا رجعوا بعدين سلموها لاهلها. عادة نحن بنعرف انه الشخص او المولود لازم اقل شيء الجنين يولد بسبعة اشهر يكون صار له. صح. هون بخمسة اشهر يعني فينا نقول انه هيدي معجزة. معجزة عن جد. وطبعا هون اما قالت انه هي بتقدر كثير الاطباء يلي عملوا كثير مجهود لانقاذ حياة هالطفلة. وانا بدي اوجه كمان تحيه لكل هيك الاشخاص والاطباء اللي بيشتغلوا بضمير، مش كلهم بيشتغلوا بضمير، الاشخاص اللي بيشتغلوا بضمير وبيكرسوا كل حياتهم لانقاذ حياه الاخرين. حلو هيك ما نفقد الامل شو ما كانت الحاله. يعني بالشهر الخامس مثل ما قلتي، وهيدي معجزه بالفعل. طب رح نشوف سؤال اليوم اللي طرحناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا، هل برأيكم يجب على الأهل الاعتذار من أولادهم لو أخطأوا بحقهم، أم هيدا الأمر يؤدي إلى التمرد؟ ما بعرف، خلينا نشوف رأي المشاهدين حول هالموضوع، وأكيد رقم التليفون أمامكم على الشاشة بانتظار تواصلكم معنا. هيك ناخذ شوية خبرات من الأهل. صح. كيف عم بيتصرفوا بهالطريقة. وقبل ما نتوقف مع فاصل، بما انه نحن عائله وحده وفريق. صح. واحد، بدنا نعيد الكاميرامان ميشيل رعشين، اليوم بيصادف عيد ميلادك يا ميشو. ميشيل عبيل المية يا ميشيل، وتضلك هيك بهيدي الهمه، وكل سنه وانت بألف خير. عبيل المية وتضلك ضمن فريق بيلاي. يا رب هيك ان شاء الله. اول فاصل ان شاء الله كلنا بنضلنا كلنا بنضلنا هيك مجموعين وعيله وحده. اول فاصل علينا بحلقتنا ومنطلق مواضيعنا، خليكم برفقتنا. We'll be right back.
ما فيك ما تحبيها وما تعشقيها، يعني هي اللي كانت طلتها ولا اروع من هيك، جمالها، اناقتها، موهبتها. فخلينا نشوف هيك، نرجع هيك بامبر سريع ومحضرين ريبورتاج غير شكل. نرحب ضيفتنا، يلا. عيد ميلاد سعيد للنجمة شريهان، وقلك منا أطيب التمنيات ودوام الصحة والعافية والنجاح. يا رب تعبيل الميت سنة شريهان، بحبك كتير عن جد. ديما بحبها شريهان، متذكرة دايما بطلتها، أناقتها وأزيائها. ورح نتوقف عند بعض المراحل بحياتها مع ضيفتنا خبيرة الصورة باولا ربيز. أهلا وسهلا فيك باولا. أهلا وسهلا باولا، هيدا نهار كتير حلو، حظي احكي عن شريهان اليوم يعني. حلو، رح نشوف التقرير سوا وبنرجع منتابع. ركب الحصان يقطف لي من البستان أطفال، صدق المسل أصل العسل حلاوته من أول أطفال. تحتفل الأيقونة جميلة شريهان اليوم بعيدها 52، هي التي لم تستطع سنين المرض أن تبعد بريقها وأن تنسي الملايين من محبيها صورتها المشرقة في الفوازير التي باتت مرادفا لاسمها. فما نجح بعدها أحد بالقدر الذي تألقت به منذ العام 1985 في فوازير ألف ليلة وليلة، عروسة البحور، وحتى العام 1995 في حاجات ومحتاجات. قاعدين ساكتين جامدين، انتم صاحيين ولا نايمين؟ ساكتين ساكتين قاعدين قاعدين، انتم صاحيين ولا نايمين؟ وبعد غياب طويل عن الأنظار، عادت شريهان العام 2012 لتظهر في بعض المناسبات العامة والوطنية والمظاهرات الشعبية مبدية رأيها بظروف مصر وأحوالها. شعب ما قبل 25 غير شعب ما بعد 25. كما أنها باتت ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسعد محبيها الذين بدأوا يتساءلون هل من عودة قريبة لشريهان إلى الشاشة التي تليق بها دون كثيرات سوى. راميو راميو، أهد من حبك يا راميو، قلبي ضعف وأنا ميو، من وقفتي في الفرندا من ديسمبر ليونيو. إنها شريهان التي بدأت مشوارها الفني في الرابعة من عمرها لتجتاح المسرح والسينما والتلفزيون، وبرعت في كل ما قدمته. هي أيقونتنا لليوم. حلو، بدها حلو عن جد. والتقرير كمان سارة موجهلها تحية. باولا خبرينا، كيف تتذكري هيك حياة شريهان وكيف كانت حياتها الخاصة؟ شريهان نحن بنشوف هالحياة اللي بنشوفها الاستعراضية والبيات وهيك، حياتها بعائلتها حلوة، بس صار معها كتير مشاكل، انحاربت من قلب عائلتها. هي شغلة ما كتير منعرفها، انه عمها خي بيا ادعى انه هي منا بنته لبيا. عمل لها دعاوي وضلت القصة سنين، جرجرت 7 سنين بالدعاوي لربحت هي، بس انه هيدي لولد صغير، كانت بنت صغيرة، اهانة كبيرة، وكثير تضايقت منها هي. شغله نحن ما كنا بنعرفها، الجمهور انا اول مره نشوف. بسمع الخبريه ما بعرفها. نحن كل شيء بنشوف الاستعراض والجمال والبيات، بس ورا كل هيدا في إليمان حزن شوي مزعج يعني. وهي انتم كنتم بتعرفوا عملت حادث سياره كثير مؤلم، وصار معها المرض البشع السرطان. صح. يعني هي فايتر، هي مناضله بكل شيء، بتضل فرجتنا وجه الاستعراض الحلو وهضمتها ونشاطها الاجتماعي. هلا عم نشوف على السوشيال ميديا قد هي ناشطه. طب باولا اذا بدنا نحكي عن ابرز مقومات شهرتها. هي هلا فيها شغله خارج تكون صراحه هوليوود تشايلد، لانه بتغني من هي صغيره، بتغني وبترقص وبتمثل وبكل شيء ناجحه. والشغله السريه اللي ما بنعرفها انه هي كانت ترسم الكوستيومز تبعولها، تستعين مع مصممين، بس ما كان عندها ستايلست يلبسها وخبير صوره. هي كل اللوكات تنقي الميك اب، الهير، تشتغل عليهم، تشتغل على كل شيء يعني. يعني موهوبه من كل الميلات. طب قبل ما ندخل بعالم الفوازير، غيابها عن الشاشه ومرضها قديش اثروا عليها باولا؟ هلا اكيد
هي الغياب منها من خلال هي طلبته بحياتها، يعني مش انه انجبرت تعتزل، اعتزلت كرمال صحتها واكيد لها تربي بناتها بتصور، يعني هيدا الموضوع المهم عندها لانه كثير مفتخره بتربيه بناتها وعائلتها. وهلا رح ترجع عنا هيك اخبار ما هيك سمعنا انه رح ترجع هيك عم نسمع الجوسب. طيب باولا اذا بدنا نحكي شوي عن ستيل الازياء يلي تبعتها، شو الستايل الخاص فيها؟ هي كثير جريئه، امراه فهمت الموضه تبع الثمانينات والتسعينات، يعني اللوكات اللي عم بتشوفوها وشفناها هلا لوكات كوتور بينحكى فيهم عند ميغلير، عند ما في كان في فويتون ايامتها، كان في ميغلير لانفان هالماركات كلها، كلود مونتانا، الايبوليت، البايات، البليسي، الهيد بيسز. لكن مو خاصه هذا الشيء اللي عم نشوفه، هيدا سوري يعني افانغارد بالثمانينات كانت، وعم نشوفه هلا صرنا ولو. وبعدين هالقصه هي كل قصه، كل البيروكيت، كل الميك اب، انه الميك اب بيرفكت ما في غلطه. والايتيز لحقتوا ان الايبوليت، القماشات، يعني كل شيء شفناه بالتقرير تبع ساره ما في غلطه بتيابها. هيدا يمكن بالتمثيل، بس بحياتها الخاصه كيف الستايل تميزت فيه؟ عفوا باولا، هلا هي كانت كل حياتها ترندي، كل حياتها بتلبس اشياء كثير على الموضه، هلا اكيد على من بعد اللي مرقت فيه مور كلاسيك ومور يعني بتلبس سبورتس وير وهيك، بس بالثمانينات كل اللي بنشوف ريبورتاجات عنا برات السينما والتمثيل كمان كان لبسها انيق كثير حلو. واللافت انها كمان تعاملت مع المصمم اللبناني فؤاد سركيس. فؤاد سركيس كيف اظهرها فؤاد وكيف عاده تعاملها كانت هي مع المصممين؟ هلا هي كانت بتصور اكثر شيء، ما كان في انترنت كلنا بنعرف، كانوا يتبعوا المجلات، يشتروا فوغ، يشتروا الال الفرنساوي، العالم تشوف شو في موضه باوروبا، شو اللي ماشي ويطبقوه عنا هون. هي اكثر شيء الايبوليت الثمانينات يعني، بس عملتها مزبوط، اتقنت كل شغله فاتت فيها مزبوط على الاخر. يعني الكوستيومز تبعولها وميلون الطاق التوق والعقود وكل شيء بتشوفيهم خارج ثمانينات، روحي تتعشى فيهم بالثمانينات، هلا ما بنظهر هيك بس بالثمانينات كانوا الستات يظهروا على العشوات وعلى المهرجانات. ليدي جاجا بتظهر هيك هلا غيرت شوي، ليدي جاجا ليدي جاجا من بعد ما خطبت ليدي جاجا. طيب وتعاملها مع المصممين هل كانت قريبه من القلب؟ كانت متعجرفه؟ كيف؟ لا بيقولوا بيحكوا عنا انه كانت انسان كثير متواضعه وكثير قريبه وكلها حيويه، يعني بتجي بتنقي معك الموديل بيقولوا انه كثير تعطيك بوزيتيف فايبس، بوزيتيف فايبس، وهي انه عم تعطي مش انه واقفه لا ايه لا ايه لا ايه. عم تعطي افكارها كيف بتطوره، كيف بدها ترتاح فيه على المسرح. وخاصة انه كان عندها معرفة كمان شو بيلبق لها أكثر، مثل ما قلتي يعني هي كانت يمكن ترسم الستايل اللي بتحب تطلع فيه، هيدا بيسهل شوي التعامل بينها وبين المصمم. بعدين مثل ما بنقول عندها الماتريس تبع حواليها، بتشوفي كل الموفمنتس تبعولها كثير متناسقين، يعني كأنه عم بتصور عملت رقص باليهي وصغيرة. هي رقصة باليه، هي كانت ترقص باليه صحيح، لأنه الفساتين صعبين حطيهم عمين مكان، هالكتاف وهالضخامة ما فيك تهزي وترتاحي، هي مثل ما بيقولوا بالفرنسية الماتريز ليسباس حواليها، عندها هيك القعدة الأليور تبعولتها شاغلة عليها، مبين إنه في مثل ما قلتي في رقص. طيب هل من عودة لها هلا ممكن إنها نشوفها بالتمثيل؟ إن شاء الله، هي قطع ماضية عقد مع شركة إعلام بس ما كنت حافظة اسمها بعد، لأن اسمه شركة العادل للإنتاج. اوكي العدل 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 برضه شفتي انه العدل جروب. دونك عم يحكوا انه ب 17 و 2017 و2018 محتمل ترجع تعمل لنا شيء سبيسيال لرمضان. لازم كلنا مناطرينه، يعني كل العالم حتى اللي مش من جيلهم اللي خلقوا من بعدها بيحضروا على يوتيوب وبيحكوا عن فوازير. فوازير بالفعل شريهان حلو. اساسا نسبه مشاهده الفوازير على يوتيوب بتدل قديش شريهان رغم غيابها ما خفت جمهوريتها ابدا، يعني ضل الناس بتتذكرها دائما وبتسال عنها وبتشتاق كمان، خاصه وقت مرقت بالازمه الصحيه ما في كثير ناس زعلت. صح ايه، لانه ايقونه، مش بس ايقونه موضه، ايقونه عالم حلو، كانت الثمانينات كانت حلوه ما كان فيها الحروب الكبيره، بل عندنا بلبنان ايه بس بالعالم كان العالم رايقه وكانت تعطي جو ليالي رمضان، ما كان في كانالات كثير العالم تحضر تنطر مناطره الفوازير. صحيح. يعني بالعالم العربي كله تنتقل ليلة رمضان، كل العالم تحضر الليلة الرمضانية. وعن أخبار شريهان حسب المصادر الإخبارية بدو نجمتنا كانت الأسبوع الماضي بلبنان،
وبالرغم من انه زيارتها سريه وبعيده كل البعد عن اي ضجه اعلاميه، الا انه يبدو انه شريهان كانت فعلا بلبنان، وصورتها من داخل التلفريك جوني كشف السر. ويبدو انه زياره شريهان لبيروت رح تستغرق عده ايام قبل عودتها الى القاهره لمتابعه العمل الدرامي اللي رح يعيدها الى الشاشه بعد غياب سنوات مثل ما حكينا، ويمكن عم تحتفل بعيده عنا بلبنان. فالف تحيه لك يا شريهان، نتمنى لك دوام الصحه التألق والنجاح، وبانتظار عودتها. واكيد ان شاء الله هيك نحن كلنا ناطرين عودتها، وتحيه مره جديده منا ومن كل فريق العمل، وثانك يو لك باولا كمان. ميرسي ميرسي بوكو. فاصل اعلاني ومنتابع، خليكم معنا. عودة لمتابعة بي لايف، كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العين؟ هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور نادر صعب. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ ماشي الحال تمام. دكتور بداية، شو هي هالهالات السوداء وشو ابرز اسبابها؟ اكيد مثل ما بنعرف كثير من الناس بيعانوا من الهالات السوداء يلي هي مشكلة كبيرة، ويلي هن الدارك سيركلز اراوند ذا ايز. كرمال هيك بيعرفوا عنهم بالهالات السوداء، لانه فعلا بيعطوا انطباع كانه الانسان كثير تعبان، كانه منه نايم، كانه عنده مشاكل وتعب وارهاق بجسمه، وهن فعلا ناتجين من وراء هالاشياء. يعني اسبابهم هن متعدده، اول شيء بتكون عوامل وراثيه، بتكون هالجين موجوده بالعائله، ولانه نوعيه الجلد يلي حول العين هي كثير رقيقه. كرمال هيك وجود الميلانين بيكون جدا ظاهر تحت البشره، عكس ما هو عليه ببشره الوجه. نعم. يعني بنلاقي بنوصل لحد حوالي العيون وبيختلف اللون بفرق ميلي بالمسافه، بنلاقي اللون اختلف. كرمال هيك هون بنكون وصلنا للجلد يلي بتكون الجفون تبع العين، يلي هون بيصير الدارك سيركلز. لكن اول شيء هي عوامل وراثيه، وبتصير تزداد مع عدة اشياء بخلوها تتفاعل اكثر وتخليها تبين. المشكلة الرئيسية هي الارهاق، أوكي. التعب وقلة النوم كمان، وبينضاف عليها اكيد التدخين، بينضاف عليها الستريس كمان ممكن يأثر. اكيد الستريس بيلعب دور كثير مهم. كل هالاشياء بتخلي تظهر هالهالات اكثر. التدخين له دور كثير مهم، إضافة إلى جفاف البشرة. بقى هون بقدر ما نحن بنحاول نخفف من كثافة الميلانين بهالمنطقة، ونقدر ننعش هالمنطقة بالكولاجين، ونخلي المي يمكن توصل على هالمنطقة، بنكون عم نخفف من ظهور الهالات السوداء. نعم، طب دكتور صعب، مثل ما قلت بالبدايه انه العامل الوراثي بيلعب دور كثير كبير بظهور هالهالات السوداء حول العينين، هون باي عمر بتنصح ممكن الشخص يخضع للتقنيات اللي رح نحكي عنها بهالفقره؟ اكيد تختلف من شخص لشخص، لو كان صغير هالاشياء اتس نون انفيزيف، منا مأذية، حتى على عمر ال 20 25 سنه بيقدر يبلش فيها لحتى يخفف من كثافة الميلانين بهالمنطقة لحتى تخف الدارك سيركل. اوكي، كيف ممكن نتخلص من هالهالات دكتور؟ شو احدث التقنيات يلي عم نتبعها هلا؟ اكيد اليوم بدنا نفكر بطرق جديدة، وانا كنت بنيويورك هلا باخر مؤتمر للجراحة التجميلية والطب التجميلي اللي هو كثير مهم. نعم. وهون كان الحديث كيف بنقدر نتخلص من هالمشاكل من خلال حقن الهياليورونيت، يلي هو ماده كثير فيها
هاي افينيتي تو ووتر، يعني وقت محل ما بتنوجد بتجذب المي عليها، وبالتالي هون بتكون خفت كثافه الميلانين وراح الجفاف والنشاف من هالجلد اللي موجود حول العين. طب دكتور بس سؤال، بس نحط الاسيد هيالورونيك مش كمان بنكون عم ننفخ شوي المنطقه؟ اكيد، كرمال هيك لحتى نتجنب هالمشكله بنقدر نستفيد من النفخ ومن إزالة الميلانين من المنطقة. أوكي. إذا كان في عنا هالجورة هيك هالحفرة اللي هي مجرى الدم، أما إذا كان في عنا بس هالات سوداء من دون هالحفرة اللي تحت العين أو مجرى الدم منه مبين، هون بنلجأ إلى حقن الهيالورونيت مع استعمال الكول ليزر يلي بيقدر يوزع هالهيالورونيك أسيد ويستفيد من هال الترطيب اللي صار من خلال حقن الهيالورونيك. واذا الكول ليزر لحاله نحن بدنا نتبعه، كيف بيشتغل على هالمنطقه دكتور؟ وهل بحس بالم المريض؟ لا، كلهم هول نون انفيزيف ونون بينفل، يعني الا شيء بسيط. هون الكول ليزر بيقدر يحفز من الكولاجين وبالتالي هون بتخف هالمناطق الداكنه، لانه مجرد مزج هالاشياء مع بعضهم. كنا من زمان بس نستعمل الاندياج ليزر ولا نستعمل الكاربوكسي ثيرابي يلي هن بيساعدوا الى حد ما، وبقول لتاريخ اليوم يعني حتى بالمؤتمر النتائج بتتفاوت من 60 ل 70 ل 80%، لكن ما في استئصال وازاله 100% للهالات السوداء. لكن هالناس يلي بيعانوا من هالمشكله يلي وين ما كان بينتقدون انه ليش تعبانين، ليش مرهقين، منكم نايمين، يعني اسئله كل الوقت، هالشيء بحسسهم بالانزعاج. كرمال هيك بيكونوا عم بفتشوا على ادنى نتيجه، لكن اليوم توصلنا انه 60 70% هيدي نتيجه كثير مهمه لعلاج الهالات السوداء. اوكي، عندي سؤال، عندي اكثر من سؤال. كاربوكسي عاده اذا السيده او الرجل عامل فيلرز تحت العين ما بيسوى، بيدوب البرودوي. الليزر فيك تكون بيقولوا انه ما بيسوى ابدا. بس بيتوزعوا عن بعضهم، يعني الكاربوكسي عم بحكي. ايه الكاربوكسي ثيرابي هو كنايه عن حقن ثاني اكسيد الكربون، يعني ما بيدوب البرودوي ابدا. ثاني اكسيد الكربون هو موجود يعني تحت العين. انا حدا قال لي بيدوب البرودوي. ثاني اكسيد الكربون هو كنايه عن حقن ماده السي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون بمنطقه، وبالتالي وقت ما بيصير في كثافه لثاني اكسيد الكربون بيقوم الجسم بيعطي بيوصلوا الار، بيقوم الدماغ بيبعث اكسجين على المنطقه. أوكي. لحتى يعوض عن التسمم اللي صار بالمنطقه. اوكي، يعني بنكون نحن عم نحاول نعالج باشياء لنستفيد من شيء تاني. وصول الاكسجين على المنطقه. هالاكسجين وقت ما بيوصل بخفف من الهالات السوداء وبصير في اوكسجينيشن للمنطقه، بصير في يعني بنعطيها اكسجين. اوكي، بتصير الخليه مغذيه اكثر. اوكي، طيب دكتور، اما الحقن الحقن هو يمكن حقن تين الهيالورونيك اسيد او وات ايفر، في ناس بيحقنوا دهن، في ناس بيحقنوا مواد دائمه، يلي انا ضد كل هالاشياء. انا حقن الهيالورونيك اسيد يلي هو افضل شيء وما بيأذي وبنقدر نعدل فيه، نزيد ونخفف مثل ما بدنا. بس ثاني اكسيد الكربون ما بحياته انه بيدوب المواد. نقدر نستعمل الكربوكسي ثيرابي لحتى شوي نفقع بعض الخلايا الدهنيه باماكن اخرى، اما تحت العين ما له ولا اي دور غير استقطاب الاكسجين على المنطقه. سؤال اخير دكتور، الليزر من بعد ما نخضع لهالتقنيه هيدي هل بتقسى البشره؟ في نوع من التقشير؟ شو بيصير بهالمنطقه بالذات؟ ابدا، الليزر بس شغلته هو تحفيز الكولاجين. أوكي. مع وجود الهيالورونيت بيقدر يدمجهم مع بعضهم بطريقه انه الخلايا ترجع تستعيد نشاطها، لانه بتكون يمكن متعجرفه ويمكن ما فيها هالحيه. الليزر بيرجع بيعطيها مثل كانك عم تعطي شوك للمنطقه لحتى ترجع من خلال وجود الهيالورونيت حدا تقدر تستقطبه وترجع تنتعش عن جديد. أوكي. وتخفف من وجود الهالات السوداء ونرتاح من هالمشكله. اكيد الليزر بده واحد يقدر يعتني ويقدر يعرف كيف يستعمله، لانه حتى ما ناذي العين
بطريقة أنه نقدر نغطي المنطقة تبع العين لحتى نقدر نستعمله. وحتى النجمات كمان بيعانوا من الهالات السوداء ويمكن بدهم هيك علاجات مثل ما كنا عم نقول. عم نشوف أول شيء كيتي هومز وأيضا ميشيل رودريغيز، ميلا كونس أكيد وزوي سلدانا. يعني مثل ما بنشوف عند زوي كانت بحاجة لحقن الفيلر إضافة إلى الليزر والكاربوكسي ثيرابي، وحتى صوفيا لورين كمان يس. يعني بالزمانات ما كان في عنا علاجات، بس منلاقي هالمجرى الدمع كيف صار مبين وصاروا العيون غرقانين. قديش في جمال بالعيون، هالاشياء بتنعكس سلبا واول شيء بتشوفها وبيرجع بنلاحظ انه بشره الوجه بتوصل لمنطقه وخلص بنلاقيها انتهت، لانه تحت بشره الجلد وتحت بشره الوجه في عندنا دهن، في عندنا كولاجين اكثر مما هو عليه بشره الجفن. صحيح. يعني هي بتختلف اي في دريب، في عندنا موسم حفل بالاعياد دكتور غير الهالات. يلا نحضركم. لا اي في دريب ضروري، بدنا ناخذ بلال لانه بلال هيك شوي عم بيكون تعبان مرشح، وهيك بدنا نقول له سلام اكيد سلام بلال. هالفيتامينز وبدي اقول له انه الاي في دريب يلي بيعملها ما بيعود بيسخن ولا بيعود بيجري. شفت يا ميلو قلت لك. واكيد بيشتغل كمان على الهالات السوداء اضافه للشعر اضافه للبشره. ظبط حالنا قبل الاعياد. تومورو ناطركم. شكرا لك دكتور سعد، اهلا وسهلا فيك. وبنقول لكل المشاهدين كمان لاي استفسار فيهم يتواصلوا معك من خلال البريد الالكتروني اللي عم بمر امامهم على الشاشه او الايميل nadersaab@nadersaab.com. يعني وحتى انا عملت لهم الموبايل ابلكيشن الدكتور نادر سعد حتى ببقى ببعث له نوتيفيكيشن بكل شيء اشياء جديده. حلو. يعني تنقول كنت بنيويورك بالمؤتمر اشياء جديده على طول ببعثها نوتيفيكيشن. واكيد وجودي كمان بدبي تقريبا كل اسبوع عم بيكون موجود على الموبايل ابلكيشن. والاوبننج قريبا جدا تقريبا بجانيوري. اذا الله ان شاء الله كل الخير. شكرا لك دكتور سعد. فاصل اعلاني ومنتبه بقيه فقرات برنامجنا، خليكم برفقتنا. لو كان بإيد أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك كان فرق كتير، كان فرق كتير. كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش ألاقيك على بابي كده خطر كبير، كده خطر كبير. لو كان بإيد أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك كان فرق كتير. وصلنا لموضوعنا الاجتماعي لليوم يلي بيطرح فكرة ثقافة الاعتذار بين الأهل وأولادهم، وهل لازم نحن كأهل نعتذر من أولادنا بحق أخطأنا بحقهم؟ طبعا شو قلت؟ بحال أخطأنا بحقهم. طبعا رح نتناول هالموضوع مع ضيفتنا المدربة والاستشارية بالعلاقات الإنسانية رنا جمول. أهلا وسهلا فيك رنا. شو أخبارك؟ الحمد لله. تمام. قبل هيك ما ناخذ منك معلومات خلينا نتوقف مع تقرير حضرناه وبنرجع منتابع. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. من الصعب أن تتوجه الأم إلى الاعتذار من طفلها، فهي ترى أن ذلك قد يؤدي إلى تمرده وتقويته على من هم أكبر منه وخاصة الوالدين. ولكن ماذا لو كان للاعتذار فن وثقافة وأوجها إيجابية على نفسية الطفل وشخصيته؟ وعلاقة أي طفل بوالديه قد تتعرض إلى الكثير من المواقف التي تتطلب اعتذار الطفل منهما، بيد أن مواقف أخرى تتطلب اعتذاراً بالاتجاه المعاكس. ثقافة الاعتذار بين الأهل والأولاد، كيف نتقنها
وما إيجابيات الاعتذار من طفلنا على شخصيته وحياته؟ كل ذلك وأكثر نفصله في فقرتنا الاجتماعية لليوم من بي لايف. ومرة جديدة مرحب فيك رنا. رنا، هل الاعتذار لفظيا من الولد لأهله يعتبر كافي أو مرات ممكن ما بيعني هالشي؟ يعني اوقات كثير الولد بيقول سوري، بس بقول لك انه خايفين مثلا من العقاب، خايفين انه يصير في مشكله اكبر، فبيختصرها بكلمه سوري، سوري ماما، وبتنهي الموضوع. بس منا كافيه، لانه اليوم كثير مهم يتقيم الموضوع اللي صار، الحادثه اللي صارت، نقدر نقول للولد اذا بيرجع بيراجع حاله وين هو اخطا، لانه في املي عليه وقول له عملت وسويت واخطات، وفي يقول له انه اوكي انت بهذا الموقف وين بتلاقي حالك ممكن غلطت. أوكي. لما نعيد نرجع نشوف هذا الموقف وهو يشوف، ممكن نقول له كيف ممكن يعتذر، ومهم انه يعتذر، بس ما يعتذر بس كلمه سوري ونسكت الموضوع ونسكر الفايل، انه خلص نسامحه دغري على كلمه سوري. سوري ماما. ممكن يرجع يعيدها ويكررها. إلى أي مدى رنا مهم نعطي مساحة للولد يعبر عن اللي بيزعجه نحن كأهل، هيك نعطيه هيك شوي هالسبيس؟ أنا بقول كثير مهم للولد ولكل واحد منا يكون عنده مساحة يعبر عن رأيه، يعبر عن فكرة بيعتقد فيها، يعبر عن شعور إنه زعلان غضبان. اليوم إذا عبر عن مثلا تنقول فكرة لو هي مناقضة للفكرة اللي أنا كأم عندي إياها، مش معناتها ان رح اتبناها، بقدر اسمعها. وكثير مهم انه لما الولد هيدي، هون لما نقول مساحه، بسمع له، مش ضروري وافق على اللي عم بيحكيه، في يقول انه انا بدي اظهر، جي على بالي اشتري اللعبه، جي على بالي سافر لبرا، عيش برا، كل هيدي رغبات، بس انا مش ضروري وربي له هالرغبات، بس بقدر اسمعه وقول له اوكي هيدا كثير حلو. وبنفس الوقت انا كأم اخذ دوري وقول اليوم ما رح اقدر انا البي هالرغبه. طيب رنا، شو الفرق بين الواحد انه يعتذر او انه يقول عن الشيء اللي انزعج منه، وايهن الاصح؟ اوكي، اذا ناخذ مثل كثير بصير بالمدارس، ولدين بيتخانقوا، بدنا الميكرو بس نعطيك اياه رنا، تفضلي. ايه، اذا عندنا ولدين عم بيتخانقوا، اوكي، شو بصير؟ بنقول لهم قولوا سوري لبعض، انتم اصحاب وانتم رفقه وحبوا بعض، وروحوا خلص انتم اصحاب. اذا جينا سالنا هالولدين بعد ما قالوا سوري، بتعتقدي انه حدا من الطرفين مرتاح بكلمه سوري؟ ما بيكون مرتاح، ما بيكونوا مرتاحين، لانه هيدا الفكره انه هو قال سوري بس ما قدر عبر عن شي زعجه. ليش تصرف هيك مثلا؟ في هيدا، في ولد ممكن اذاه بكلمه او بتصرف او يمكن بالضرب، والثاني اللي اذى كمان هو ما قدر سيطر على انفعالاته، قام اذى بالكلمه او اذى بالضرب. اوكي، فاتنيناتهم بدنا نسمع لهم، نسمع للي تعرض للاذى وللي سبب الاذى، نقدر نسمع له شو اللي خلاك تعمل هالشيء، ما اساله ليش. اوكي، شو اللي خلاك، وانت لما ضربته، يعني اليوم ما بتوقف عند كلمه سوري، سوري بنسكر الفايل، الاولاد ما بحسوا حالهم مسموعين، بينما لما يقول انا مزعوج من شغله، وهون كثير مهم نقول له كيف بده يعبر عن حاله. احيانا بنشوف بعض الاهل ما بيؤمنوا بفكره الاعتذار من الولد، مثل انه نحن كانه عم نشجعه على التمرد، هل نحن كاهل نعتذر من الولد هذا الشيء امر مهم، وشو بيغير شوي بشخصيه الولد؟ اذا انا بدي اطلب من الولد اقول له اذا هو اخطا بحقي او عمل تصرف يعتذر مني، الاحرى كمان انا رجع راقب تصرفاتي والاشياء اللي انا عم بحطها مع الاولاد، واقول اذا بموقف معين انا غلطت بحقهم اقدر اعتذر كأم، لانه اليوم ما في ام مثاليه، ما في بي مثالي، نحن انسان، انا ام انساني ممكن اخطئ، وهيدا لما اقول انه انا بخطئ يعني ممكن في مجال اعمل تصرفات تكون مؤذيه لاولادي، ممكن اقول كلمات بلحظه غضب، وبقدر اعتذر عنهم، وما ضروري بس باللحظه، لانه باللحظه ممكن انا اكون بعدني منفعله، اذا اخذت وقتي برجع بفكر بالموقف بقول له بهيدا الموقف انا غلطت بحقك 1 2 3 بشيء محدد، مش انه سوري. اي يعني وين انا له اكثر على شو هالاعتذار. خلينا نشوف اجابات بعض المتابعين على السوشيال ميديا، شو رايهم كان بهالموضوع؟
وفا بتقول الاعتذار ليس عيب إن كان على صواب لكي تتودد العلاقة بين الأسرة. نهى بتقول أكيد نعم، لأنه الطفل أول قدوة بتكون بحياته الوالدين وبيقوم بتقليدهم إيجاباً أم سلباً، لهيك مننمي فيهم روح التسامح ومنبادر نحن أولاً وبعد هيك منحصد شو زرعنا فيهم من أداب وقيم. أميرة بتقول الاعتذار من شيم الكبار وهيك بيتعود الأولاد أيضاً على الاعتذار والاعتراف بالخطأ. شو رأيك رنا؟ أنا بالنسبة لي اليوم الأولاد يعني أهم علاقة بحياة أي شخص هي علاقته مع أمه وبيه، وهيدي العلاقة نوعيتها وجودتها رح تأثر على حياة هذا الولد بالمستقبل. فاليوم إذا أنا بحكي شيء وبتصرف شيء تاني، الولد رح يقدر يلاقي أنه في تناقض. اليوم أنا عم ضلني أطلب منه يعتذر على شيء بدر منه، بنفس الوقت أنا إذا بدر شيء مني مش مزبوط ما بقدر أعتذر، ففي تناقض. وشغلة تانية، اليوم مثل ما هو بيقدر يعبر ويقول لي أنا انزعجت، بس أنا ممكن صلح بالتعبير، مش انزعج مني، انزعج من تصرفي. صح. وهون نحن منشجع على طريقة التعبير، بس كيف عم بيعبر؟ مش يعبر بالملامة، أنتوا عملتوا، أنتوا ما بتسووا له شيء، أنتوا ما بتعملوا له شيء. فيها نقول له أوكي أنت فيك تحكي عن حالك، تقول أنا زعلان، أنا غضبان، أنا بدي منك شيء. ثانك يو رنا لكل هالتوضيحات، وشكرا لحضورك معنا، انبسطنا انه تعرفنا عليك وعلى امل نرجع نشوفك. ثانك يو. ثانك يو. وهلا الى مطبخ بي لايف لشوف الشيف وين صار بتحضيراته. شيف مركز. شو شيف يعطيك الف عافيه. وين صرنا؟ مبدئيا صار الدجاج بالفرن جاهز. اوكي بدي اشوف كيف هو. يلا خليني اجي معك احسن ما تحرك حالي. بشهي شكله. اوكي بعد بده ولا يلا على على وشك انه يخلص. اوكي وهون هون بهالوقت عملنا البيوريه يلي هي بالسويت بوتيتو، وبهالوقت عم حضر انا السلاد. أوكي. بتكون جاهزه السلاد جو تشيز ميلفاي. بكون خلصنا المين كورس وبنسكب. يعني اسم الله عليك سريع شيف، يعني ما اخذت كثير وقت لحضرت الطبق يلي حضرت لنا اليوم. هل سهل ان ست البيت تحضره؟ هيك صراحه ست البيت هول القصص اللي عم نشتغلهم نحن بيكونوا شوي كومبليكي على ست البيت، يعني المنتجات اللي بنشتغل فيها ديكوراسيون رح تكون غير. شغل البيت بيكون شوي مايلد اكثر، شغله اهيئ طبخ. اجمالا طبخ ويا خالي. طيب كنت بدي اسالك شغله شايفه بالبدايه قلت لي رح تقلي دجاج ترجع تشوي. صح. شو السبب؟ هيك صار. ليش ما شويناه دغري؟ الدجاج لازم ينقلب الاول، اول شيء صدر الدجاج بياخذ كثير وقت كرمال يستوي مزبوط من قلبه. فاللي راح يصير نحن نعمناها رققناها شوي، بس لان لفيتها رولاد القلي بيعطيها تحمير بالاول، بتحمر اوكي تكرمل اللون 100% بياخذ دورور يعني بتتذهب تقريبا، بعدين بتفوت على الفرن بتاخذ كل كويسون. بشو فينا نقل الدجاج السفلي؟ بطول بنحط بمقلايه ما بتلزق، بنحط نقطة زيت شيء كثير خفيف اذا ما كنا دهنينا. زيت زيتون او زيت كانولا؟ مضبوط زيت زيتون او زيت كانولا، مش اجمالا بنفضل زيت الزيتون يعني بيعطي نكهة اقوى بالاكل وبيطلع كل شيء اطيب. طيب شايف انت بشو متخصص؟ باي مطبخ؟ في شيء معين؟ لا اجمالا الكويزين فرانسيز، المطبخ الفرنساوي اكثر. اوكي واكيد ضمن الشرقي وهيك بنعرفهم يعني، بس المطبخ الفرنسي والباتسري فرانسيز. ميرسي شيف، اكيد رح نرجع لك بختم حلقتنا لندوق كل شيء حضرت لنا اياه. وهلا عوده لعند ساشا وضيفه جديده، وانا رح اجي لعندك. أكيد نانسي، الأفلام بتشكل فرصة لبعض النجوم بالعالم العربي والغربي ليتعرفوا على بعضهم، وأحياناً لتتودد العلاقة أكثر وتوصل للحب وتالياً للارتباط. الأمثال كثيرة بالسينما، ورح نضوي على كم حالة بعالمنا العربي مع الصحفية الفنية جوزيفين حبشي. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. شو أخبارك جوزيفين؟ الحمد لله. شو رأيك بهالموضوع؟ شيق جدا. بالفعل لازم نحكي عنه، بقديش هالحالات شائعة بالعالم الفني وأكثر بالغرب أكثر بالعالم العربي. لا لا بالعالم العربي مش شايفين كمان. بتعرفي أنا بقول هاي بونجور صفا. أهلا وسهلا. أنا بقول إنه بلاتو التصوير عادة إنه بيشبهوا بيقولوا لك أحلى محل يتعرفوا، أنا بشبهه، بتعرفوا أنتم سامعين بأم الحيف؟
هي بلبنان بيقولوا ام الحاف. لا مصر ام الحاف بمصر الخطبه هي اللي بتخطب الناس ببعضهم. بحس انه البلاتو التصوير هو اكثر محل ام الحاف للتعارف بيجمع هالعالم ببعضهم. هلا هن نجوم وموجودين بمحل كثير مناسب يعني، وعم بيأدوا ادوار يمكن بيعيشوا الدور زياده عن اللزوم على طول، بيكونوا عم بحبوا بعضهم بالفيلم، بيخلص الفيلم وهن عن جد مهرومين. صحيح. ويمكن اشهر قصه حب بين اثنين مشاهير، بين صباح ورشدي اباظه، اللي حكيوا عنها كثير كمان هالعلاقه. تفضلي جوزيفين. رشدي اباظه وصباح، صباح بتقول انه هو حب حياتها رشدي اباظه. رشدي اباظه اجى على لبنان ب 68، اجى يصور فيلم اسمه ايدك عن مراتي. صور الفيلم صارت مراته بس بيقولوا الحلو بالقصة انه بعد لما كانوا عم يعملوا لانسمان للفيلم، يعني اول افتتاحه، عملوا سهرة وكان عم يرقص هو اياها سلو هيك، خلصت الرقصة من هون وقال لها مشي نتجوز، فقالت له اوكي، راحوا تجوزوا مع انه كان مجوز وقتها من سامية جمال الراقصة. فسامية جمال لما عرفت ما قالت لها لصباح ايدك عن جوزي، قالت له بدي الطلاق، حصلت على الطلاق، بس للاسف صباح ما استمر كثير. بس قصتهم يمكن من اشهر القصص العاطفيه، القصص صح العاطفيه واللي انحكى عنها كمان كثير. وهون عم نشوف طبعا بعض اللقطات من افلامها يلي جمعتها برشدي اباظه، يعني الزواج دايما لايام قليله كمان، بيقولوا اقل من شهر، ايام معدوده هون. يمكن هي سامية جمال كمان، يمكن هاي مرته. رح ننتقل لثاني قصة حب منى ذكي وأحمد حلمي. مزبوط. كمان فينا نقول هون هالعلاقة ناجحة. ناجحة بعضهم لهلا، اسمها لو جابوا بيبي هلا من فترة. وهن من الكوبلات الحديثة، يعني أكثر الكوبلات رح نحكي عنهم هن شوي من الزمن الجميل الذهبي اللي قبل. كيف التقوا؟ التقوا كمان على بلاتو تصوير، ليه خلتني أحبك؟ فخليها تحبه. وارتبطوا من وراء هيدا الفيلم، مع انه عملوا كثير افلام اهم منه بعدين، يمكن اشهر فيلم لهم سهر الليالي، وبعدهم مكملين، ومثل ما خلينا ندق لهم على الخشب ان شاء الله بيكملوا على طول مع بعض ان شاء الله يا رب. انا كثير بحبهم سوا بالتمثيل، يعني غير انه كابل مع بعض بيقنعوك صح، كمان بالتمثيل مثل ما قلت بيقنعوا وناجحين، وقد ايه كمان ادوار مهضومه، اي الادوار مهضومه، وقديش بالحياه بتشوفين عاده كمان قدام عدسات الكاميرا بيشجعوا بعض، يعني عم بيكونوا كثير داعمين، يعني بتحسي على توافق مع بعض، مش انه هيك فقط ظاهريا بس الاعلام انه نحن كوبل ناجح، وخاصه يمكن بالازمه الحصيه يلي مرق فيها هي ساندته كثير، انه كانت دائما واقفه جنبه منى. مزبوط. ومهضومين هيك ناتشورال كثير، طبيعيه كثير بتمثيلهم. صح. وهو احمد حلمي يعني مش معقول شو مهضوم، يعني قديش بضحكنا قدام، بيضحكها انا بقول، يمكن خلي يكون بيضحكها بس مستمرين. وثالث قصه حب نور الشريف وبوسي، يمكن من الكوبليت القليل اللي بقيوا فتره طويله مع بعض. ليكي هن يمكن اكثر كوب رومانسي، يعني فيلمهم الشهير حبيبي دائما هو من كلاسيكيات السينما الافلام العاطفيه. مزبوط. هن اهم قصه حب لانه تعرفوا على بعضهم بمسلسل اسمه القاهره والناس. كانت كثير زغطوره، كان يمكن عمرك 15 سنه. بيقولوا وانا قاري انه قايل هو انه اول ما فات على البلاتو شافها لبوسي كان بعدها بيعرفها، قال لهم البنت دي انا حتجوزها. واو. فهيك خلص قرر وهيك صار، انغرم فيها، انغرمت فيه، بس اهلها رفضوا، كان بعده هو شيء مبتدئ وهي كمان كانت ولد، انه شو هذا ممثل حتتجوزيه؟ فضلوا 4 سنين سوا مصره عليه وحاولت تنتحر كرماله، اخر شيء طبقوهم انه للاهل، وافقوا الاهل وتجوزوا، وبقيوا سنوات طويله طويله سوا، يمكن طلقوا قبل ما انفصلوا رجعوا لبعض، ولما مرض يعني هي ضلت كثير اصدقاء هي وياه، وقت اللي مرض ما قبلت، رجعوا ارتبطوا يعني تزوجوا، وتوفى كانت هي على زمته مثل ما بيقولوا. يعني كانت حده بمحنته فينا نقول 100%. وقديش بنشتاق لهالثنائيات الراقيه عن جد بعالم السينما، وخاصة بوطننا العربي 100%. وبنفتقد اعمالهم كمان. شو حلو عملوا الحقيقية من مثل ما بتقولي مرات بتشوفي بالافلام البنت دي حتجوزها، عملوا مثل الافلام مثل الافلام. ننتقل لعمر الشريف وفاتن حمامة كمان، يلي بيعترف عمر انه ما حب امرأة غيرها. هلا هو بيقول انه حب غيرها بس انه ما مرتبط بغيرها. اوكي. يعني في مقابلات قال انه هو حب كثير بس انه فاتن هي كانت سبيسيال بحياته. اوكي. فاتن حمامه وعمر الشريف التقوا بفيلم صراع في الوادي سنه 54،
ليوسف شاهين، وقتها يوسف شاهين قدم وكان بعده وجه جديد وكان اسمه جورج، كان اسمه ميشيل شلهوب. نعم طبعا كان الحب من اول نظره، بس كانت حضرتها متزوجه فخلص الحب يعني ما في شيء بيوقف قدامه، فطلقت فاتن وبسنه ال 55 تزوجوا وهو اسلم كرماله، فصار عمر الشريف وتزوجوا، بس للاسف كمان ما طولوا لانه السينما العالميه سحبته منا، سحبته للنجوميه العالميه والطريق بعد يعني صار هو ببلد، صار في مسافات يعني بين بس بعض. جوزيفين بيقول هو بحديث له قبل ما يتوفى انه هي كانت حب حياته وطلب منا انه ترجع له وهي رفضت. هيك قرينا نحن، هيك قرينا على خدمة ما قرأ. هلا ما بعرف قديش لأي درجة هو في مقابلات انا حضرت له اياها يعني مقابلات مسجلة مش كتاب مش مكتوبة يعني، حكي قايل انه هو حب كثير نساء بحياته بس فاتن كانت سبيسيال بحياته. هي بس بالنهايه ما بنحب شخص واحد، القلب ما يحبش مره يعني مثل ما تقول شادي، القلب يحب مره ما يحبش مرتين، لا بحب اكثر، بحب 100 مره. والثنائي الاخير بعالمنا العربي حسين فهمي وميرفت امين، قديش شكلوا ثنائي جميل مع بعض. ليكي وقصتهم اهضم قصه، في عندهم خبريه كثير مهضومه بال كيف تزوجوا. ميرفت امين وحسين فهمي كانوا ممثلين كذا فيلم يعني قبل ما انغرموا ببعضهم، يمكن في رغبات ممنوعه، الاخوه الاعداء، هول صوروهم سوا وما صار شيء، كان هو مرتبط وهي مرتبطه، وما بتعرفي اوقات الحب قصه تايمينج اذا انت مستعده او مش مستعده. والا بيجوا على لبنان، هيدا لبنان هيئته مناخه قابل، بيجوا على لبنان ليصوروا نغم في حياتي بال 75، كان هو طلق، كان متزوج وطلق، وهي كانت كمان مش مرتبطه، فدب الغرام بين بعضهم وبس ما تزوجوا ورا هيدا الفيلم، حبوا بعضهم بهيدا الفيلم، ورا هيدا الفيلم صوروا فيلم اسمه مكالمه بعد منتصف الليل، والحلو بهيدا الفيلم انه في مشهد اثنيناتهم عم يتجوزوا بيكونوا، فهن عجبتهم ما تزوجوا تمثيليا، هو تم زواجهم المضبوط بهيدا المشهد، لبست الفستان اللي زوجت فيه وكان الشيخ اللي كتب لهم عقد زواجهم مظبوط، يعني المشهد اللي عم نشوفه بفيلم مكالمه بعد منتصف الليل هو مشهد حقيقي مظبوط لزواجهم. خلصوا التصوير ورجعوا سوا على البيت. حلوه قصته. قلتي لي لكن لبنان كان وجهه خير، انا سمعت براد بيت جاي على لبنان عنده هيك مشهد تمثيلي مع نفسي. ان شاء الله بعد في شغله بس بدي اخبركم اياها عن حسين فهمي وميرفت امين، للاسف كمان طلقوا تتشوفي اوقات كيف صدف الحياه، طلقوا بعد فيلم صوروه اسمه اسف ارفض الطلاق كمان، هن عملوه من هون قاموا طلقوا. طيب جوزيفين قد ايه بتحسي عادة الادوار اللي بيلعبوها يعني كمان اذا بدك برغبك بالشخص اكثر، يعني الدور ممكن يقنعك ما بعرف، لكن انه انت بتعرفي من حالك، نحن اوقات بنشوف ممثل على التي في او على بالسينما تعشقيه يمكن هو مش هيدي شخصيته الحقيقيه، الدور كثير قديش الشخصيه مقطوبه حلو، قديه شخصيه مقنعه يعني قديه بتحسيه. هلا هن اكيد عندهم الكاريزما وعندهم السحر، بتكون الشخصيه مكتوبه بشكل لذيذ وهيك، نحن بننغرم فيهم يعني ما بنلومهم لهالفنانات اللي عم يوقفوا حدهم عم يتلقوا ساعات طويله كمان بالتصوير مش اكيد. ونحن اليوم ركزنا على الكابلز يلي فينا نقول انه اشتغلوا مع بعض، صوروا مع بعض وتجوزوا، حبوا بعض من خلال طبعا الافلام يلي قدموها، ولكن في كثير كابلز كمان بمجال التمثيل والفن كمان ارتبطوا، في كثير اشخاص يعني ما سميناه هون اليوم، نحن ركزنا نحن هلا اليوم طبعاً. ركزنا على الدول العربيه، في عندنا هون بلبنان ما ننسى اسي فرناني وجورج شلهوب كمان طبعاً. كان عندهم مسلسل اسمه مذكرات ممرضه، حبوا بعضهم بهذا المسلسل وتزوجوا، صحيح في كثير يعني مش بس وكمان جوله قريبه على الكابلز الغرب كمان رح تكون اذا قررت عن قريب ان شاء الله. هلا ما حدا بيعرف التاريخ شو رح يسجل علاقات بعالم السينما، ما حدا بيعرف من هلا لحلقتنا الجايه بركي صار في شيء بلحق حدا يتجوز لحق نحكي عنهم. شكرا لك جوزيفين حبشي، اهلا وسهلا فيك، انبسطنا بحضورك معنا. فاصل اعلاني وبنتابع اخر فقره اليوم برنامجنا، خليكم معنا.
ورياضه الزومبا من توقيع ضيفنا مارسيلينو جبرائيل. اهلا وسهلا فيك مارسيلينو. اهلا فيكي. وكمان تحيه وترحيب خاص بالفنان وسام صباغ. اهلا وسهلا فيك وسام. يعني عشوائي شفتكم رح تشاركوا نحن ولا انت اللي عم تعطي توجيهاتك قبل؟ رقصي هيك، اعملي هيك، مثل ما دربتهم اعمل زاد الشيء. يعطيك الف عافيه وسام عن جد. مارسيلينو، البدايه معك، عم تتحضر لحفل من تنظيمك خاصه بهالفتره، فتره الاعياد، وريو رح يعود دعما لجمعيه تشانس. مظبوط. هالمبادره كانت فرديه، يعني انت انطلقت بالفكره لحالك، ومين اكثر شيء هيك دعمك لتنفيذ هالفكره؟ هلا كانت الفكره لحالي، لي كذا سنه بفكر فيها وبدي اعملها، وانطلقت منها سنس عندي ناس بعرفهم بكل بالدومين يعني، وانطلقت فكره اني بدي اساعد الاطفال تشانس سو اللي مصابين بالكانسر، لانه صارت حاله قريبه علي وقلت بدي اساعد، بدي ادعم بشيء. سو كانت الفكره انطلقت من هون، سنس بعرف ناس فيهم يساعدوني، انطلقنا جمعنا الفكره سوا اذا بدك وانطلقنا منها. وسام انت رح تقدم الحفل؟ انا ان شاء الله رح اكون عم بقدم الحفل، ومجرد ما طلب مارسيلينو هالشيء كلنا عم نساعد لندعم مثل ما بقولوا جمعيه توقف حد الاولاد اللي ما قادرين يتحكموا، يعني ابسط الاشياء لواحد يحافظ على حياته اللي هن الاطفال. فان شاء الله بنولعها وبنسلي الناس وبنبسطهم، وبندعي كل الناس يجوا على هالايفنت ويشاركوا، لان كمان هن بطريقه غير مباشره بيكونوا عم يساعدوا بتطبيب هالاولاد اللي هن عندهم هالمرض الصعب وما بيلاقوا حدا يوقف حدهم. مارسيلينو، خبرنا اكثر عن برنامج الحفل، شو راح يكون؟ وين كمان قررتوا؟ اللوكيشن هو راح يكون بالفورم ببيروت بالاحد 18 بديسمبر من الساعة 4 للساعة 8، أكيد الحفل رح يكون ساعتين متو، من 5 إلى 7 مبلشينه. رح يكون في ارتست معنا مثل، رح نسمي الارتست لازم أكيد، مثل ليا مخول أند أنتوني توما أند غادي بشارة أند أكيد وسام منورنا اليوم، ألساندرا رزق كمان. سو كلنا هيك مجتمعين، كل واحد عنده بارت بده يعمله. الحفل الفكره منا انه هن يكونوا عم بيغنوا الارتست ونحن معهم عم نعمل، نحن بنعرف انه لوحه راقصه من زومبا، بنفس الوقت العالم اللي قبالنا فيهم يكونوا عم بيشاركوا. هلا هي منصابه اذا بدك من الطرفين، لانه في عالم فيهم يكونوا عم بيشاركوا از زومبا، يكونوا عم بيرقصوا معنا، وفي ناس اللي بارت فتنس، في عاملين مثل اذا بدك مالعين بروجرام جديد اسمه سترونج، كمان فتنس، هذا بيور فتنس ما في رقص ابدا. سو كمان راح يكون خلال الحفل راح يكون عم بينعمل منه. سو العالم اللي بيحبوا الفتنس بس فيهم يكونوا عم بيشاركوا. في اكيد بارت للاولاد الصغار، سانتاس كورنر كمان اذا بدك، ايه لكرم بتعرفي العيد. سو بيكونوا الاولاد عندهم شيء بيتسلوا فيه بهيدا الوقت، بيكون في كاركترز لهم. حلو كثير. وسام، خبرنا كيفك انت والرياضه، وتمارس الرياضه بشكل دائم، وقديش ممكن تساعدك هيك للتحرك على المسرح كمان؟ شو شايفه؟ مبين انه واضح عم تعمل، عم تمارس رياضه يعني. لا انا بانتظام. انا بشكل مستمر، حتى بنتبه كثير على اكلي، على نظام اكلي، على اللايف ستايل تبعولي بشكل عام، لان بنطلع على التي في وشكلنا كثير مهم. على فكره الشيء اللي عم بيحكي عنه هو اول مره بنعمل يعني عم تعمل ايفنت لايف مع الناس، صح. عم في مشاركه من العالم كمان، والحلو انه العائله بتجي مع اولادها، قادرين كمان يعيشوا هالامبيونس كثير حلو. طب وسام، يعني كمان من خلال حديثك لاحظنا انه ما ترددت يعني انك تشارك بهيك حفل، عاده بعض النجوم بيترددوا بيقولوا مشغولين اذا بدك، بس اليوم قديش بتحس في مسؤوليه كمان عليك انه جمهورك مش بس لفئه معينه عمريه، انه ما حتى الصغار كمان بيحبوك. شوفي، الواحد لما يوصل لنقول نجوميه معينه او شهره، اذا ما بيستثمرها باشياء هيك انسانيه عميقه من جوا، بيكون بس هو هدفه هيدا الشيء اللي هو بده اياه يعني. فمجرد ما واحد عم وخاصه اذا بيعمل هيك شخص وبيعمل اتراكشن لكل العائله، هذا اللي صار. ومارسيلينو كمان يعني عم بيعمل كل هالشيء ومعروف شو الكوز تبعه، شو الهدف. ما ترددت ابدا، قلت له لا خليني اذا بدك، يعني كان بده اياني يكون بمطرح معين، قلت له انا خليني اقدم الحفله ككل، يعني ما تحصرني بمطرح ببارت صغير او بمحل. طب مارسيلينو، ليه وقع الاختيار على وسام تحديدا؟
صراحة مين اللي غير وسام حدا بيقدر يلقط الناس وبيقدر بس يعمل جو كمان بيقدر يعمل جو بدي اقول لك بيقدر هيك يعني وسام بتقعدي معه دقيقة من اصل دقيقة خمس دقايق عم تضحكي مسخرة يعني ابدا ابدا بالعكس بالعكس بخلي الناس بدخل الفرحة اول شيء وسام بلا شاتي مجروحة فيه بلا ما قول كثير بس هو لحاله اتراكشن للناس ولكل اللي موجودين حتى تيم يعني بنقعد بننبسط بس نقعد معه خمس دقائق ليكون وهذا الشيء اللي احنا بحاجة له بحاجة لكثير اشخاص مثله هيك بس للاسف ما في كل النجوم المشاركين يعني كل واحد بمطرحه عنده ما شاء الله هيك شريحة من الناس اللي بتحبه يعني صحيح مش بس رح يشوفوك بالحفل كمان قريبا بصالة السينما بفيلم صحيح. ولعاني خبرنا عن هالمشاركة لك وسام ولعاني ان شاء الله ب 15 ديسمبر بيكون بكل الصالات اللبنانية انتاج ايجل فيلمز استاذ جمال سنان كتابه كلود صليبه واخراج الي حبيب بطوله اكيد الصديقه ماجي بوغصن كارلوس عزار انا ومجموعه كبيره وفينا نقول فيلم للعائله كمان بعدنا عم نحكي باجواء العائله دور انت اللي رح تلعبه دور فيلن شوي الشرير بس المحبوب يعني بنحبه ما بنكرهه وفرصه لنجمع العائله كمان بهالصاله السينما اللي صار انه الناس صار عندها شوي ثقة سنة عن سنة بالفيلم اللبناني المحلي، نحن ما بقى نقول انه بعدنا ضعاف، لا نحن عم نقدم فيلم فيه عناصر حلوة برودكشن منيحة كمان بتوجه لكل العائلة بدون ما يأذيها بولا كلمة او بولا شيء ممكن يكون حلو طيب شو أضاف لك هالدور وسام؟ أضاف لي خبرة جديدة مع أنا أول مرة بمثل مع كارلوس مثلا قد إيه قلنا بنمثل مساء بيت أنا وماجي عاملين ديو حلو من زمان مع بعض بنعرف نلعب والتركيبة كلها على بعضها وفكرة الدفاع المدني كمان كأول مرة عم نضوي على هالشريحة من الناس اللي بيضحوا بحالهم كرمال كل الناس فإن شاء الله شغلة حلوة فيها أكشن، فيها أدفنتشر، فيها قصة حب، لاف ستوري، التركيبة كتير حلوة إن شاء الله. وحتى أنتم كمان وسام كممثلين لبنانيين بعدكم مأمنين بالفيلم اللبناني يعني بتلاحظ إنه الممثل يمكن إذا الفيلم كمان منه تجاري حتى بيشارك فيه، بس إنه عملنا فيلم لبناني. صحيح، لا عم بقول لك هي ثالث يعني هيدا بالنسبة للشركة هيدا سادس فيلم أو خامس فيلم، فكمان الصناعة تطورت وإيجل فيلمز تسخى على الانتاج كرمال يعطي احلى نتيجه احلى صوره تي في ما اشتقت للتي في اشتقت للتي في رح شارك ان شاء الله بثوره الفلاحين اللي هو بلش تصويره اللي هو ب 1860 بتجرى احداثه نعم. وكمان بدور الدراما يعني عم نوع بين الدراما والكوميدي حلو يعني نيلنا رح نشوفك هذا اهم شيء يعني ان شاء الله نكون عم نقدر بس هيك نوصل للناس بطريقه حلوه طريقه مميزه طيب رح ندعيكم ايه على الدايننج تيبل لنشوف الشيف جورج اليوم شو غدا؟ لا بليز ما بدي اكل لا ما تعزموني يعني شو بصيروا تعملوا تفضلوا يعني انا اذا وافقت على الانترفيو كان فرق كتير كنت اعمل بس حسابي وما تفاجئش عليك على بابي كده خطر كبير كده خطر كبير مرة جديدة مرحب فيك شيف هيك خلينا نقول لضيوفنا شو حضرنا لليوم اليوم بنبلش بالصبايا او بالشباب اكيد ليديز ليديز فيرست اول شيء ميلفوي بالجو تشيز اوكي ميلفوي جو تشيز سلطه وبالنسبه للبلاشو هو دجاج بالصدر الدجاج مع الابريكوت والبري تشيز وسايد شكل بس شو الانجريدينتس بس لطيف شكل وبيوري بالسويت بوتيتو البطاطا الحلوه اكزاكتلي معموله ماشت بيوري مع
يعني ليه بتعذب حالك يا شيخ؟ والله ما في شيء من يمتك يا زلمه. يعطيك الف عافيه، ثانك يو. مارسيلينو، بنرجع بنذكر بس هيك بالختام على السريع، ايمتى رح يكون الحفل والحدث؟ الحفل رح يكون ب 18 كانون ثاني الله يرحمه. اوكي. من 5 للساعة 7 بالفورم ببيروت. وين بيقطعوا التيكتس؟ فيرجن ميجا ستور. اوكي، ميرسي مارسيلينو، موفقين ان شاء الله. وسام ثانك يو، اكيد نحن بانتظارك لاعمالك الجديد، انبسطنا انه موجود معنا اليوم. وانا كمان شاف، بس اذا ممكن في اخذ شيء معي كمان؟ تفضل. ما تعطى الهم، قصدي شيء يعني. وكمان بنتشكر كل يلي تابعونا اليوم، ان شاء الله تكون حلقتنا نالت اعجابكم. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده، عم فكر اذا انا بكره ولا لا، ما بعرف. يلا باي باي. حسب.